نبص اول حاجه على حاجه اسمها الفريكوانسي انكودنج اللي هو اول نوع. اول نوع ده في منتهى البساطه ان انا دلوقتي بحط السيكونس بتاعي زي ما هو كده، وقت الكولكشن بتاع الداتا بتاعتي اللي هو مثلا لو كنت مثلا هنا عامل سبان ايكو سيكونس يبقى الوقت بتاع السبان ايكو بحط جريدينت في اتجاه الاكس في اثناء الاكوزيشن. اللي بيحصل بقى الجريدينت ده بيعمل لي ايه؟ بدايه الارمور فريكوانسي بتاعي هو اللي بيحدد لي اذا كان السبين دي هتستقبل سيجنال هتسابلها عند فريكوانسي كام، او لو هي بتطلع سيجنال هتطلع سيجنال فريكوانسي كام. يعني بمعنى اصح لو انا دلوقتي خليت السيجنالز بتاعتي او خليت السبين بتاعتي اكسايتد ودلوقتي بترجع تاني جراوند ستيت، لو انا في اثناء ما هي بترجع السيجنال بتاعتها غيرت الفريكوانسي بحيث الارمور فريكوانسي بتاعتها اتغيرت، يبقى معنى كده هترجع لي على الارمور فريكوانسي الحاليه بتاعتها. لو انا بتكلم مثلا على عندي مثلا الصوره بتاعتي حاجه بالشكل ده كده، لو انا غيرت الجريديان بتاعي بالشكل ده كده هيبقى عندي النقطه دي هترجع لي الـ يعني او البي زيرو بتاعتها او الافكتيف بي بتاعها اللي هي الماجنتيك فيلد بتاعها، يبقى الافكتيف اللي هو عباره عن بي زيرو زائد الجريديانت هيبقى اعلى من النقطه دي، هيبقى اعلى من النقطه دي. فيبقى معنى كده ان انا هنا الارمور فريكوانسي بتاعي هيبقى اعلى من هنا من هنا، او ما اصح ممكن يبقى هنا في واحد مختلف عن هنا مختلف عن هنا. فمعنى صح لو انا جالي السيجنال بتاعتي ممكن ان انا اديكود السيجنال بتاعتي اشوف الفريكوانسي اللي هنا او اشوف قيمه الفريكوانسي اللي هنا امبليتود بتاعها كام، ويبقى دي قيمه البيكسل دي، ونفس الكلام هنا يبقى دي قيمه البيكسل دي، ونفس الكلام هنا يبقى دي قيمه البيكسل دي. انا هنا مش بتكلم على بيكسل بقى يعني النقطه دي، لا بتكلم على مجموع دول كله. اوكي يعني انا بعمل دلوقتي الانكودنج دوت بيبقى له علاقه بالاكس دايمنشن بس ملوش علاقه بالواي دايمنشن. فالعلاقه اللي بتربط لي الكلام ده اللي هي اف اوف كي اكس يعني الفريكوانسي كونتنت او السيجنال بتاعتي ات الفريكوانسي فاريبل كي اكس، اوكي، او الاتجاه الاكس فريكوانسي بتاعت الاتجاه الاكس مش الفريكوانسي بتاعت اكس، هي عباره عن الفوريه ترانسفورميشن بتاع اف اوف اكس بتاعتي، اوكي، في الدايمنشن اللي هو فيه الايه الفريكوانسي كودنج ده موجود. يعني بمعنى صح لو انا عملت الكلام ده هنا كده مجرد ان انا استقبل السيجنال بتاعتي اعمل لها انفرس فوريه ترانسفورميشن هقدر اجيب اف اوف اكس دي بتساوي كام. اف اوف اكس دي تاني عباره عن كل النقط دي مجموع كل النقط اللي هنا دي، لان كل النقط اللي هنا دي لها نفس الارمور فريكوانسي بالظبط. اوكي فيبقى معنى كده ان انا لو عملت دلوقتي سلايس سيلكشن، سلايس سيلكشن بيتم بالشكل ده كده الشكل اللي انا حاطه هنا كده. لما بحط الار اف بالس بحط معاها سلايس سيلكشن جريدينت عشان ايه تعملي سيلكشن لسلايس، يبقى معنى كده دلوقتي عملت اكسايتيشن لسلايس. لما بعمل اكوزيشن حطيت كمان جريدينت في اتجاه الاكس يبقى انا كده عملت انكودنج للاماكن اللي في اتجاه الاكس، يبقى كل مكان له فريكوانسي مختلف، يبقى انا كده عملت انكودنج في دايمنشن كمان. يبقى انا دلوقتي بقى الحاجه اللي اقدر اجيبها بقيت اقدر اجيب الايه الخطوط دي او الكولومز دي مجموعها كام. الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا عايز ازاي اجيب بقى ايه حاجه ديسكريمينيت في الدايمنشن ده، يعني ازاي افرق بين دي ودي ودي. اوكي دي بقى بنعملها بالايه بالفيز انكودنج. قبل ما نخش على الجزء بتاع الفيز انكودنج خلينا ندي مثال الاول على الفريكوانسي انكودنج عشان نفهمه كويس قوي، وبعد كده نقارن بالمثال بقى اللي احنا هناخده بعد الفيز انكودنج عشان نشوف الفرق بينهم عامل ازاي. احنا دلوقتي لو عندنا ترو ايمج بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده، يعني كل واحده من الصوره المفروض تطلع لنا بالشكل ده كده. لو انا دلوقتي ما عملتش فريكوانسي انكودنج كل النقط دي هتبقى بتترجع لي سيجنال بالارمور فريكوانسي بتاعها اوميجا نوت. اوكي يبقى معنى كده السيجنال اللي انا هتجي لي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 كوزاين اوميجا نوت. اوكي هل اقدر من 4 كوزاين اوميجا نوت دي اقدر اجيب السيجنال بتاعت الامبليتيود بتاعي بتاع كل واحده من النقط دي؟ ما اقدرش اعمل الكلام ده. اوكي لانها مجموع كل النقط اللي في الصوره، فمعنى كده ان من هنا ما اقدرش اعمل اي حاجه خالص. لو جيت انا بقى عملت يعني فريكوانسي انكودنج جريدينت هيخلي لي كل مكان هنا مختلف عن التاني، كل مكان هنا بدل ما كان كله نفس الفريكوانسي لا بقى فريكوانسيز مختلفه، بقى هنا اوميجا نوت بلس، هنا اوميجا نوت، هنا اوميجا نوت ماينس. يبقى معنى كده كل واحده من الكولومز دي بقى لها دلوقتي ديفرنت الارمور فريكوانسي او ديفرنت بريسيشن فريكوانسي. يبقى معنى كده اللي في الاخر هيجي لي السميشن بتاع كل السيجنالز اللي هنا في كوزاين اوميجا نوت ماينس تي، وكل النقط اللي هنا في كوزاين اوميجا نوت تي، وكل النقط اللي هنا في كوزاين اوميجا نوت بلس تي. يبقى معنى كده يطلع لنا سيجنال حاجه بالشكل ده كده ناقص كوزاين اوميجا نوت ماينس تي زائد 3 كوزاين اوميجا نوت تي زائد 2 كوزاين اوميجا نوت بلس تي. يبقى انا من دول لو انا جيت حللت دي بالانفرس فوري ترانسفورميشن هيطلع لي ان انا عندي هنا
الكولوم ده مجموعه ناقص واحد، والكولوم ده مجموعه ثلاثة، والكولوم ده مجموعه اتنين. يبقى انا كده ميزت بين الكولوم ده والكولوم ده والكولوم ده. يبقى انا جبت معلومة زيادة دلوقتي ما هياش كافية ان انا ريكونستراكت دي، بس على الاقل دلوقتي بقى فعلا المجموع ده عندي والمجموع ده عندي والمجموع ده عندي. فدي اول خطوة اللي هي الجزء بتاع الفريكوانسي انكودنج. محتاجين بقى الخطوة بتاعة الفيز انكودنج عشان تفرق لنا بقى بايه في الدايمنشن اللي هو الفاضل، الدايمنشن اللي هو بتاع الواي ده، نقدر نفرق بينه وبين بعضيه ازاي.